هذا المسيح هو الملك اللي رح يجي قبل دمار الهيكل الثاني في دانيال 9 من آية 24 إلى آية 27. ولاحظ التفصيل بيتكلم من رجوع اليهود إلى أورشليم وإلى البناء التجديد يعني من أيام نحمية وبناء الأسوار إلى مجيء المسيح دمار الهيكل وكله بالتسلسل. ولاحظ شو اللي بيخلي النبوة صحيحة، إنه ما في شيء بيحدث قبل الثاني، وهذا إن دل على شيء بدل على وضوح وطبعا مصداقية النبوة. جاء المسيح لتتميم النبوات في المجيء الأول، جاء ليخلص، وطبعا في مجيء الثاني رح يجي كديان، بيولد في بيت لحم، هو الملك، هو المخلص، ابن داود، هو المختار، هو المعين من الله كما قيل عنه المعين من الله، ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. في مصداقية، في مرجعية، في نبوات كتير، في أنبياء تكلمت عن مجيء المسيح، وهذا بيعطي مصداقية وشرعية لهوية المسيح.